روحي قولي له ما تبي تشوفك ولا تبي تشوف أي إنسان. الزهر عنده أخبار عن فيصل. فيصل؟ ليش ساكتة؟ ليش ما قلتي؟ دانا حبيبتي، حرام اللي قاعد تسوينه، حرام اللي قاعد تسوينه بنفسك، حرام. ما عليك مني، سمحت اقول في اخبار عن فيصل. صدق في شيء؟ دحكه نواف لقوا فيصل. ما لقوا فيصل حي صح؟ نواف فيصل حي. الشرطة لقوا ملابس فيصل وأبوك بالبر، ويقولون إن لا تكذب دانا. كثير من الشباب يروحون أماكن تخييم ممنوعة ومحظورة، وتوصلنا حالات فقد لأيام وشهور. للأسف ما نحصلهم إلا أموات، والسبب يعود لظروف الطبيعة الصحراوية الصعبة. وين كانت ملابسه؟ لقيناه على الخط السريع قريب من البر. وصلنا بلاغ محفظة فيصل وإثباتاتها مفقودين هناك، وبعد البحث لقينا الملابس في منطقة قريبة جدا منه، ولا زال فريق التحقيق يبحث عن الجثة. انتوا ايش قاعدين تقولون؟ يعني خلاص افترضتوا ان فيصل ميت؟ يمكن البوك طاح منه وهو ما يدري. لا بس لا تقولون انه ميت، لا تقولون. دانا اسكت، انت بالذات تسكت، لا تعاتشي. اسكت، ما اسمع صوتك، اسكت. رجاء اختي اهدي، احنا لين الحين ما لقينا اي جثة، وفريق التحقيق لا زال يبحث عن أي أدلة جديدة.